مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في ارتكابه مجازر ضد المدنيين في ظل مقترحات جديدة من قبل الاحتلال في إطار مفاوضات لإنهاء الأزمة. سيكون معنا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد. مرحبا بكم معنا أستاذ معين، هل تسمعني؟ أسمعك يا بوضوح. مرحبا بكم معنا في هذه التغطية. تحياتي لك ولكل المشاهدين. أهلا بكم. بعد 181 يوم من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستمر الاحتلال في ارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين. كذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر جديدة في مناطق مختلفة من القطاع في الساعات 24 الماضية. ما أثر قرار مجلس الأمن في أو على هذه المجازر المرتكبة والتي يستمر الاحتلال في ارتكابها؟ تحياتي لك مرة أخرى دكتور سلام. يعني حقيقة لا تزال قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وكافة المناشدات والمطالبات الدولية هي حبر على ورق. حتى هذه اللحظة إسرائيل والاحتلال غير مكترث بهذه القرارات، يواصل المجازر بكافة أنحاء قطاع غزة برا وبحرا وجوا. نحن نقترب من حاجز 33,000 شهيد وآن بحوالي 80,000 جريح، إضافة إلى عشرات آلاف المفقودين في تحت الأنقاض، أنقاض المنازل والمؤسسات والأماكن التي قصفها طيران الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ليس يبدو بل بالتأكيد هو يواصل سياسة إبادة، حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استمراره بهذه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال. ويوميا هناك العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى الذين يسقطون جراء عمليات القصف بشتى الوسائل. فبالتالي يعني تبقى هذه القرارات حبر على ورق، ونتنياهو لا يزال يصر رغم المعارضة الشديدة في الشارع الإسرائيلي على استمرار هذه الحرب وللمطالبة بعودة الأسرى من قطاع غزة. نتنياهو يصر على تحقيق صورة نصر ما تمكنه من البقاء في سدة الحكم في الدولة العبرية، لأنه كما يعلم الجميع تنتظره محاكمات ومساءلات سواء بخصوص هذه الحرب الشرسة التي شنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا، أو من خلال ملفات الفساد التي تنتظره في أروقة المحاكم. سنأتي عند هذه النقطة. نعم أستاذ معين. أيضا نرحب بالأستاذ أديب زيادة من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ أديب. أهلا بكم. يعني وفق ما يجري اليوم وبعد قرارات مجلس الأمن، ألا توجد آليات تنفيذية في المنظمة الأممية وفي مجلس الأمن التابع لها لوقف الجرائم والمجازر المرتكبة يوميا ضد السكان في قطاع غزة؟ لا، هو في الحقيقة من حيث المبدأ القانون الدولي يتيح أن يكون هناك إجراءات وآليات وأدوات للقانون الدولي حتى يصبح القرار الدولي قرار بمخالب. نحن نعلم أن القرارات الدولية بالعموم هي تترك للدول كي تطبقها. في حالة مجلس الأمن تكون قراراته ملزمة، لكن التزام الدول في تطبيق قرارات مجلس الأمن في الغالب يأخذ الشكل الأوبشنال بمعنى اختياري، إلا إذا تحلى هذا القرار بالأخذ تحت الفصل السابع. والفصل السابع يمكن هذا القرار يصبح قرارا بمخالب، بمعنى يمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تتخذ قرارات بإيقاع العقوبات على الدولة التي ترفض تطبيق القرارات الدولية. في الحالة التي بين يدينا الآن، نحن نعلم أن القرار الدولي أخر، قرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف إطلاق النار في رمضان من قبل إسرائيل تجاه غزة والعدوان على غزة، إلا أنه ثاني يوم مباشرة أو حتى في ذات اليوم خرج الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية وتحدث بأن هذا القرار غير ملزم، رغم أنه بالقانون الدولي هو ملزم. صحيح أنه لم يؤخذ تحت الفصل السابع، بمعنى أنه لم يعطى مخالب محددة بحيث أنه يطبق بشكل يعني الضغط وبشكل الردع للكيان الصهيوني بحيث أنه يطبقه غصبا عنه، إلا أنه على الأقل من ناحية المبدئية يفترض أن يكون ملزم. إلا أن الإدارة الأمريكية ارتضت لنفسها من البداية أن تكون أن القرار غير ملزم، وبالتالي فهو غير ملزم.
وإذا أخذ بعين الاعتبار أنه أيضا لم يؤخذ تحت الفصل السابع فيصبح عبارة عن توصية، يعني القرار الدولي في الحالة عبارة عن توصية لا قيمة لها بتاتا سوى أنها تزيد ربما على الأقل تزيد يعني فكرة التأليب على الكيان الإسرائيلي وعزلته على الصعيد الدولي والسياسي، لكن للأسف من ناحية قانونية ومن ناحية فعلية لا يوجد هناك شيء على الأرض يمكن أن يلزم إسرائيل إلا إذا تحققت الإرادة الدولية بتطبيق هذا القرار، ونحن نعلم أن الإرادة الدولية مصادرة بيد أمريكا وأمريكا ترفض تطبيق هذا القرار. نعم. أيضا أستاذ معين، العالم تحرك من أجل أعضاء المطبخ المركزي العالمي ولم يتحرك على المجازر المستمرة منذ 6 أشهر والتي راح ضحيتها كما ذكرتم وكما يعني أكدت وزارة الصحة في غزة 33,000 شخص قتلوا واستشهدوا في قطاع ما عدا الذين لا زالوا تحت الأنقاض. يعني هل يمكن الوثوق مرة أخرى بالمجتمع الدولي بعد ازدواجية المعايير التي يتعامل فيها مع فلسطين وغزة ومع قضايا أخرى في العالم؟ هي المعايير دكتور سلام ليست بالجديدة، هي منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 67 عشرات القرارات اتخذت ومئات القرارات سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، ولكن للأسف كل هذه القرارات يعني كما ذكرت بقيت حبرا على ورق، بل بإسرائيل تصدت لها ورفضتها بالكامل. طبعا كل هذا كما أشار ضيفك الكريم بدعم أمريكي لا محدود للدولة العبرية، وللتأكيد من جديد أمريكا تختلف مع نتنياهو ولا تختلف مع إسرائيل، إسرائيل تنتظر الآن موافقة الجهات الأمريكية المختصة على صفقة كبيرة للأسلحة ب 18 مليار دولار تشمل طائرات حديثة F-35 وتشمل أيضا قنابل ذكية. أين ستذهب هذه القنابل؟ هذه القنابل ستذهب على رؤوس الآمنين في قطاع غزة، على رؤوس المنازل في قطاع غزة، وستحدث المجازر جديدة وأعداد كبيرة من الشهداء. المجتمع الدولي وازدواجيته لاحظناه خلال الحرب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما كيف اتخذت القرارات بدقائق كانت تأخذ في أروقة مجلس الأمن وفي أروقة صناع القرار في أوروبا وأمريكا. فبالتالي هناك يعني مواقف مخزية إنجاز التعبير، وهي فعلا مخزية لهذا العالم الذي يتعامل بإزدواجية مع القضايا الإنسانية. قضايا 33,000 شهيد لم تحرك ساكنا فقط وكل التحية طبعا شاهدنا المظاهرات هنا وهناك والمطالبات بوقف الحرب، ولكن هل اتخذ قرار فعلي من أجل إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة هذه؟ حتى اللحظة مناشدات ومطالبات وكأنهم يستجدون إسرائيل من أجل وقف الحرب، إسرائيل ترفض ذلك. شهر رمضان شهر خير وبركة، شهر مبارك، استمرت المجازر خلال هذا الشهر، وللأسف حتى اللحظة بعد الساعة سيطالبون إسرائيل بوقف الحرب خلال شهر رمضان. ماذا تبقى من شهر رمضان؟ قبل بعد أيام سيحل عيد الفطر السعيد، وأي عيد سيحل على هذا الشعب؟ فبالتالي هذا العالم تحرك حقيقة، رحم الله من سقط من النشطاء من المطبخ العالمي، وصحيح تحرك واستدعوا سفراء إسرائيل، وللأسف بعض الدول الآن تطالب بتعويض مواطنيها، تطالب بتعويض مواطنيها وكأن الأمر تحول إلى أمر مادي. ماذا ستفعل هذه الدول الذي قتل أبنائها في خلال القصف الإسرائيلي لسيارة العاملين في المطبخ العالمي؟ كل ذلك يبقى يعني مواقف مخجلة جدا يشهدها هذا العالم اتجاه ما يجري لأبناء شعبنا في قطاع غزة وفي مختلف المناطق. إسرائيل لا تكترث بكل هذه المواقف، فقط اكتفت بأنها ستبحث الأمر وتفهم ما جرى وكأنها لا تعلم ما جرى حتى اللحظة. الكثير من القضايا التي يعني تورطت بها إسرائيل حتى اللحظة لم تحاكم عليها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات. هل بادرت هذه الدول مثلا لسحب سفرائها مثلا من الدولة العبرية؟ هل لم يتم اتخاذ حتى من الدول العربية أي خطوة جادة حيال ما يجري في نهائيا نعم. العالم يتعامل يعني بطريقة طيب اسمح لنا أيضا أن نتوجه إلى الأستاذ أديب بسؤال عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال أيضا بالتزامن مع عمليات التعذيب التي كشفت مؤخرا بمعتقل النقب والذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من عمليات بتر للأطراف
أستاذ أديب، عمليات البتر كيف يمكن توصيفها قانونياً التي يتعرض لها معظم المعتقلين الفلسطينيين جراء الأصفاد التي قيدوا فيها من أربعة أطراف طول الوقت؟ أخي العزيز، ما حصل أنه منذ 7 أكتوبر الصهاينة نزعوا عن وجوههم قناع اللطف وتزينوا بقناع الوحشية الكبيرة التي تتنافى وترفض التعاطي مع أي شيء يتعلق بالقانون الدولي الإنساني. نحن نعلم أن قوانين جنيف والقانون الدولي الإنساني يتحدث بشكل صريح واضح عن أسرى الحروب، ويتحدث بشكل واضح عن الأسرى تحت الاحتلال، وهناك حقوق مضمونة بالقانون الدولي الإنساني، إلا أن الاحتلال منذ 7 أكتوبر يعني زادت وتيرة القمع والوحشية داخل السجون الإسرائيلية لدرجة أنه لم يعد هناك أي اتصال أي تواصل مع ما يتعلق بأي بند من بنود القانون الدولي الإنساني. وتم تجميد العلاقة مع الصليب الأحمر الدولي، وتم تجميد العلاقة مع الدوائر المتعلقة بقوانين حقوق الإنسان والمراجع حقوق الإنسان الدولية، لدرجة أنه الآن ما يحصل حقيقة أخي العزيز داخل أقبية التحقيق بالسجون الإسرائيلية وما يحصل داخل السجون عبارة عن جرائم يومية تحصل بحق الأسرى. هناك ليس فقط بتر الأطراف، هناك التعذيب يا أخي وصل الحدود غير معقولة أبدا تمارس ضد المعتقلين. هناك قمع يومي بحق المعتقلين، هناك هجوم بالكلاب المسعورة على المعتقلين، هناك تجويع كالتجويع الذي يحصل في شمال قطاع غزة للمعتقلين، بحيث كل أسير فلسطيني فقد من وزنه ما لا يقل عن معدل 20 كيلو خلال الأشهر الماضية ويزيد. الآن هذا كله يجري على مسمع ومرأى العالم كله، وللأسف أن هناك مسؤولية حقيقة تترتب على السلطة الفلسطينية. نحن لا نطالبها يا أخي على أن تقوم بالتضامن مع قطاع غزة، ولا نطالبها بأن تسير المسيرات والمواجهات الشعبية أو الاحتجاجات القانونية والاحتجاجات الدولية والدبلوماسية من أجل قطاع غزة. على الأقل احموا ظهر المعتقلين داخل أقبية السجون الإسرائيلية. على الأقل ينبغي استنفار الضفة الغربية والداخل الفلسطيني تجاه ما يحصل داخل الآن من مجازر ومن وحشية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية. ما يحصل يشيب له الولدان أخي العزيز، شهادات كثيرة تخرج من داخل أقبية التحقيق ومن داخل السجون الإسرائيلية تشي بأن هناك جريمة إبادة حقيقية بحق الأسرى، ولم يعد هناك من حدود أبدا للتوحش، بمعنى أنه قتل على الأقل الآن في حدود 10 من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية قتلوا تحت التعذيب الآن خلال فترة السابقة فقط منذ 7 أكتوبر، وهذا لم يكن يحصل إلا عبر سنوات طويلة أصلا. ولذلك كل ما يحصل ينبغي أن يواجه بردة فعل قوية. للأسف أنه هناك انشغال كبير في قطاع غزة. غزة الآن تضم يعني الجراح، غزة تواجه، غزة تصمد، غزة تواجه المجازر اليومية. على الأقل ينبغي في الطرف الآخر من شكل الوطن في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية ينبغي لها أن تقوم بدور على الأقل في هذا الجانب، جانب مواجهة ما يحصل داخل الجيوش الإسرائيلية. أستاذ معين، أيضا بالحديث عن الوضع الميداني، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان نقل انتقاد واشنطن للخطة التي قدمها الإسرائيليون بشأن رفح، واعتبرها غير قابلة للتنفيذ. إذا كان الخلاف الأمريكي الإسرائيلي يتعمق مع مرور الأيام، فهل سينعكس ذلك ممكن على سير مفاوضات وقف إطلاق النار؟ يعني حتى اللحظة لا أعتقد أن هناك وقف إطلاق نار قريب يعني في الأفق. إسرائيل ماضية في عدوانها، ماضية في حربها رغم التحفظات الأمريكية، وقالها نتنياهو في السابق أننا سندخل رفح وسنجتاح رفح بموافقة أمريكية وبدعم أمريكي أم بدون موافقة وبدون دعم أمريكي، والدعم الأمريكي قائم. وحقيقة الكثير من المواقف الأمريكية رغم ما يعلنه بايدن وكيربي ومستشاري بايدن عن تحفظهم على سياسات إسرائيل وعلى اقتحام رفح واستمرار الحرب، إلا أن إسرائيل ماضية في هذه الحرب. بايدن طالب نتنياهو أكثر من مرة بوقف الحرب لكن لم يستجب حتى اللحظة، بل يزوده بالأسلحة ويدعمه. نتنياهو يلعب على وتر الانتخابات الأمريكية،
هو معني في بعض اللحظات تشعر أنه معني بإسقاط بايدن، وفي بعض اللحظات معني بنجاح بايدن. ذلك يعتمد على مدى الدعم الذي سيقدمه لإسرائيل في هذه الحرب العدوانية، وكذلك الأمر ينطبق على ترامب أيضا. إن كان هناك دعم من ترامب للدولة العبرية فسيتم دعمه من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي نتنياهو يستفيد من سياسات أمريكا الخجولة، هي نتيجة هذه المواقف الخجولة التي أطلقها بايدن في الفترة الأخيرة، هي نتاج الضغوطات التي يشهدها الشارع الأمريكي، وأيضا من الجاليات العربية والإسلامية التي هددت بمقاطعة بايدن وبمقاطعة التصويت له خلال الانتخابات القادمة الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة. عطفا على السؤال الذي سألته لضيفك الكريم، قبل لحظات أعلن الوزير المتطرف إيتمار ابن غفير أنه سيتخذ سياسات أقسى بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. شهادات الأسرى الذين يخرجون من سجون الاحتلال تقشعر لها الأبدان من قبل هذه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. تخيل، دخل عليهم رمضان وهم لا يعلمون أن رمضان قد حل، مياه الشرب مقطوع عنهم، إمكانية الاستحمام ممنوعة، قص الأظافر ممنوعة، إضافة إلى التنكيل اليومي، سحب الأجهزة، يعني لم يهتم الاحتلال اليوم مع كل كاميرات التصوير وكل اللقطات التي تبث على الجرائم المرتكبة أمام أنظار العالم، فكيف سيعمل هذا الاحتلال داخل المعتقلات التي لا تصور ولا يراها أحد؟ يعني هذا جزء بسيط أستاذ دكتور سلام، جزء بسيط من ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا سواء في الضفة أو في غزة. هناك ممارسات يعني لا يمكن وصفها ولا يمكن كتابتها وتفصيلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طيب اسمح لنا في آخر دقيقتين فقط نسأل الأستاذ أديب. أستاذ أديب، الوضع في الداخل المحتل والتهاب الأوضاع، والمطالبة اليوم أصبحوا يطالبون عائلات المحتجزين والأسرى الذين لدى المقاومة أصبحوا يطالبون برئيس نتنياهو لتقديمه للمحاكمة، ما الذي يمكن أن يؤدي وكيف سيؤثر على سير الأحداث واستمرار نتنياهو بقراره استمرار العدوان على غزة؟ بالقطع أن لهذا الحراك طبعا أهمية كبرى فيما يتعلق بالضغط على حكومة نتنياهو وحكومة إسرائيل وحكومة الطوارئ ومجلس الحرب، فيما يتعلق بإجبران صفقة مع المقاومة، صفقة تكون فيها على رأس مسألة تحرير بين قوسين ما يسمونه بالرهائن في قطاع غزة. لا شك أن هذه المظاهرات لها مردودها ولها فعاليتها، إلا أنه يا أخي العزيز لحتى هذه اللحظة رغم كل ما رأيناه من أشكال العنف التي حصلت خلال الفترة السابقة في بيت نتنياهو أو حول الكنيسة أو أمام وزارة الدفاع أو في شوارع تل أبيب، إلا أنه حجم هذه التظاهرات لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن يكسر نتنياهو حقيقة. لابد من أن تتضخم هذه المظاهرات وأن تزداد عنفوانا وأن تزداد قوة حتى يتم هناك كسر في الموقف الإسرائيلي وموقف الصهيوني. نحن نعلم أنه لا يستطيع أبدا نتنياهو أن يتنكر لمطالب الأهالي الأسرى، ونحن نعلم أنه أي مسألة التنكر تعني بشكل شيئا كبيرا بالنسبة للجنود الصهاينة الذين يقاتلون على أرض قطاع غزة، وتعني شيئا كثيرا بالنسبة لقوة الاحتياط التي تقاتل، بمعنى عندما يذهبون إلى الحرب يعلمون أن حكومتهم بين قوسين ستتغافل عنهم أو ستتركهم في أيدي الآخر في أيدي المقاومة الفلسطينية إلى مصيرهم المجهور ربما إلى الموت. هذا يؤثر كثيرا على معنويات، لذلك الحكومة الإسرائيلية معنية جدا أن يكون هناك إطلاق للرهائن، لكنها تراهن على عامل الوقت، تراهن على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ربما تكون الآن مهزومة، ربما تكون تحت الضغط، ولذلك هم يريدون المزيد من الضغط، لا سيما في ظل الخذلان العربي والإسلامي والرسمي وغير الرسمي والمعطى الدولي للأسف الذي لا ينسجم أبدا مع تطلعات الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة. من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ أديب زيادة، شكرا لكم، ونشكر كذلك من طول كرم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد.